تكرم عينك. واحد هو وسط وكاسة مي باردة على راسي، تكرم عينك. لا 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 ما بتأخروا، خمس دقايق بيكونوا عندك. على راسي أهلين. يا منير مر عليك فنجان هو وسط وكاسة مي باردة يلطع عليك. حاضر. شو ابو سلام شايفك قاعد؟ شو بدك يعني ساوي لكان؟ ضل واقف على طول؟ ايه قوم قوم بسرعة، في طلب بدك توديه، مو وقت ترخي بدان. لمين الطلب؟ للأستاذ رشاد مدير التصنيف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما لقيت غيري تبعته لعند مدير التصنيف؟ ليش شو فيا؟ رح ياكلك؟ مو قصة ياكلني يا أبو فتحي، بس أنا ما بحب فوت على مكاتب الموظفين الكبار يا أخي، هيك طبعي. لك بتلبك يا أخي مو بإيدي. بعدين هذا مدير التصنيف بالذات مأنزع شوي وآكل كم بحاله وشايف حاله كتير، وأنا لما خلصنا أبو سلام خلصنا بقى. طلب بدك توديه، شو رح تناسبه أنت؟ ودي له فنجان قهوة وصلى الله وبارك. طيب وينه عزيز؟ ليش ما بتبعت الطلب مع عزيز؟ عزيز بده يودي طلب لمكتب مدير العام، تروح بداله؟ لا دخيلك يا محلى مدير التصنيف قدام المدير العام، بس هي آخر مرة. ها شلون يعني هي آخر مرة؟ ما فهمت عليه. أبو فتحي فهمني مرة واحدة الله يخلي لي إياك، إذا بتريد يعني إذا ما بيصير سئلي عليك، افرزني أنا العبد الفقير لخدمة موظفين الصغار، بالقلم بالديوان بالأرشيف بالمستودع ما في مانع. بعدين أنا مو شكلي يعني شكل واحد يفوت على موظفين كبار، خليني أنا هيك على هالشغلات هاي، وخلي عزيز للموظفين الكبار. جاهز الطلب معلم؟ ايه قوم قوم هلا وجي لي هالحديث لبعدين. خذ يا الله. شو نعم صار له 20 سنة ولهلا ما بيسترجي يفوت لمكتب مسؤول، شو هالبلوة هاي؟ بدك طول بالك عليه معلم، بدك طول بالك عليه. المسكين من وقت ما اكل الكف من نائب المدير العام وهو صار فيه هيك، بقى لا تجور عليه الله يسترك. ما اختلفنا، هذا الكف صار له 15 سنة، معقول يضل مأثر فيه 15 سنة؟ العمى. ولا أنت كم كف صرت آكل مني لهلا؟ والله ما بتذكر معلم، يا 4 يا 5، بس يمكن 6. طالما مالك متذكر كم كف معناته مو مأثرين فيك بنو وجلدك تمسح، بقى معقول كف واحد يدم مأثر فيه 15 سنة؟ والله سمع هاي شيء. صباح الخير يا سيدنا. صباح النور. ليش اتأخرتوا بالقهوة مثل العادة؟ ما بتبطلوها العادة؟ سيدنا القهوة كانت على النار وعلى مين ما تهدت. قصدي على مين ما استويت. قصدي على مين ما النار. خلاص خلاص ما داعي، حضر القهوة وروح، حضر من ايدك. حاضر سيدنا حاضر. ولك شبك العمى ضربك، شو صاير لك؟ ليش هيك تلقت القهوة على الصحن؟ سيدنا صدقني مو ذنبي أنا، بقصدك الفنجان كان مليان على الآخر، والإنسان لما الفنجان، الفنجان لما الإنسان. ولك أنتو هيك دائما، كل واحد بيرمي الحمل على غيره، إمتى بدنا نصير بني آدمين ما بعرف. باردة كمان، ولك يا عالم اشتهي شي مرة يوصل لعندي فنجان قهوة سخن، كتير صعبة هالقصة. بتحبوا غيركم الفنجان سيدنا؟ لا خلاص لا تغير شي، انتزع مرأي كله، نقلع من خلقتي يلا، لكن قلعوا بلا تلبسي. شيل؟ لسه واقف خلقتي مثل مسطول؟ يلا قلع. ايه حاضر سيدي حاضر حاضر.
شو البني ادم هاد؟ شو بك؟ لعم ضربك ما لك شايف؟ ثلاثة قهوة سادة واثنين شاي. حاضر استاذ، دقيقتين بيكونوا عندك. وصلت الطلب؟ وصلته. شباب مو على بعضك في شيء؟ قلت لك ما بدي روح، ابعاد غيري يا ابو فتحي، ما كنت ترضى. ليش شو صار؟ ما صار شيء، ما صار شيء. لك لوين رايح؟ بدي اطلع لبرا شم شوية هوا، رح اختنع يا ابو فتحي. استنى هلا لا تروح، في طلب بدك توصله لمدير الابحاث. مدير الابحاث؟ ايه مدير الابحاث، ليش انت عبد؟ ابو فتحي الله يخلي لي اياك، مشان الله بعت حدا غيري بنوبك ثوابي. لا عمي ما راح ابعت غيرك، وانت بدك تروح. بس انا هلا لا تبسبس لي، انت اللي بدك تروح. بعدين وين غير لي الاسطوانه بقى، مليت منها. جاهز الطلب يا ولد؟ ثلاثة قهوة واثنين شاي جاهزين معلم. يلا سلام، انت على الصينية وبوشك لعن مدير الابحاث، حاكم هذا ما معه لعبة. يلا حاضر حاضر. أهلين أبو سلام. أعطيك العافية. الله يعافيك. شبك ليش هيك بارمبوزة؟ لا ما في شيء، ولا يهمك ما في شيء. حط لك تتغدى؟ لا مجع على بالي شوية تاني. أي شو بو هذا؟ شوف يا رشاد، أنا ما بحب أحكي كتير، كلمة ورد غطاها. أنت لازم تفهم شغلة مهمة كتير، وهي أني بني آدم مثلي مثلك، وأنا ما بسمح لك أبداً أنك توجه لي أي إهانة مهما كان وضعك. فهمت ولا ما فهمت؟ بعدين تعال ألا، وإذا يعني انكبت القهوة على الصحن؟ أه؟ وإذا؟ أي واحد ممكن ينكب معه فنجان القهوة، مو بس أنا، شغلة عادية كتير وبتصير مع مين مكان، وبجوز تكون صايرة معك انت بالبيت، انت بالذات. هلأ بشرفك، لما مرتك بينكب معها فنجان القهوة بتسترجي تفتح تمك وتحكي؟ اكيد لا. ليش؟ لانك جبان، جبان. مو بس جبان، جبان ورعدي وخويف. لك مين مفكر حالك انت؟ مين؟ لك رد لما بحكي معك، رد ولا تبحلق فيني مثل الصنم. مين مفكر حالك انت؟ ها؟ مدير التصنيف؟ دخيلك خوفتني. اشي بيهوي منك ومن شغلك. ولك بس بدي افهم، انت شو بتصنف؟ لك شو بتصنف انت؟ بحطك بزمتي انك ما بتعرف تصنف شيء، وما لك علاقة بشيء اسمه تصنيف على الاطلاق. صنفك وحدة تسهل امرك. روح روح نيلع من خليتي يلا امام. وانت التاني مين مفكر حالك؟ اكلك على بعضك مسؤول بوفيه صغير لا رحت ولا جيت. عال والله منيح اللي ما كنت شي مسؤول مهم. تضرب بهالموديل شو قليل طعمي. ام سلام يا ام سلام. ايه شبك ليش عم تعيط؟ حطي لي غدا جعت. شو؟ مبين غيرت رأيك؟ لك مو على اساس مالك جوعان ومو جاي على بالك تاكل؟ صحيح، وهلا اجى على بالي، شو فيها يعني غريبة؟ ولك انا كم مرة بدي سخن الاكل؟ لك خلصيني هلا، خليني اسلط لي لقمتين قبل ما انزل اشتغل على التاكسي، اوام بلا نياطة. حاضر. Thank you.
يعطيك العافية معلم. أهلين وسهلين، لوين مشوارك؟ على المهاجرين لو سمحت. إيه تكرم عيونك، أهلين وسهلين. العمى شو هالحالة هاي؟ رح نهب من الشوط. لازم يلزموا كل شوفريت تكاسي يركبوا مكيف، والسيارة اللي ما فيها مكيف لازم تتخالف. معك حق أستاذ، صار ضروري مكيف. شو هالشريط اللي حاطه؟ إذا مو عاجبك مغيره أستاذ. إيه غيره، لأنه ضاج راسي. ولقلك بلاها كلها، طفيها المسجلة، طفيها كلها يلا. تأمر يا سيدي، ها؟ وهي طفيناها. ولك اشتهيت شوف شوفير تاكسي بيحط أشرطة ظريفة، ما في مجال، كل الشوفيرية أشرطة مشرشحة. لك يا حبيبي استعجلك شوي، رح نفطس من الشوق، شبك كأنك ماشي على بيض. يا أستاذ شوفت عينك، الطريق معجوق وما بقدر أسرع أكثر من هيك. لك يا حبيبي دبر راسك، مو ضروري تمشي على الطريق العام، فوت من بين الحارات. لسا مشوارك بعيد يا أخ. شو مليت؟ مو قصة مليت، بس رح أضيع بصراحة. هي أول مرة بفوت هيك فوتة بين الحارات. روم 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 طريقك يلا. خير؟ شايفك وقفت. والله يمكن هالطلعة قاسية شوي على السيارة يا حبيبي. إيه لا سيدي مو قاسية، انت قول انه سيارتك مهرهرة ومو خارج تمشي بهيك طرقات بيكون أحسن. مثل ما بدك، سيارتي مهرهرة، بقى يا ريت تنزل وتكمل مشي إذا بتريد. لا والله ما حذرت، لأنه لو بدي أطلع لفوق مشي ما كنت أخذ تاكسي. بقى حط أول واتكل على الله. يلا بس بس هون 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 عندك على مين بس. ايوه بس. لا حول ولا قوة الا بالله، حمية السيارة وطلعت ريحة الدبرياج. معلش معلش هلا بتبرد لحالها. قد ايه طلع حسابك؟ 46 ليرة. 46 ليرة مسيك، ما معي غير 35 ليرة، دبر حالك فيه مسيك. 35 ليرة 35 ليرة فرجيك. خمسة وثلاثين ليرة بس، ولك يخرب بيتك ما أوقحك، يخرب بيتك يعني هذا فوق ما وصلتك على باب بيتك وطلعتني طلعة بتقصف عمر الموتور قصف وبتهري صحن الدبرياج والبواط هري فوق كل هذا بتدفع أقل من العداد؟ ولك فصاعة شو بالهموطي؟ ولك العمى العمى بقلبكم شو بجم؟ الواحد منكم بفكر حاله اشترانا بهالقرشين اللي رح يدفعون إجرة. لا وشو؟ علي الصوت، وطي الصوت، غير الشريط، روح من هون، لا تروح من هون، اطلع، انزل، خفف، استعجل، ولك تضرب هالمصلح من وراء الزباين اللي من نمرتك تضرب. بعدين تعال لا، تعال هون. انت ليش رافع من اخيرك كل هالقد؟ ومأنزع لي حالك، ويا أرض اشتدي، ما حدا قدي، ها؟ ليش هيك؟ شو يعني إذا حكيت من برات منافسك مثل القرفان وحطيت نظارة سودة بتخوفني؟ ولك أنا ما بخاف لا منك ولا من غيرك، أبو سلام ما بخاف إلا من يلي خلقه، فهمت ولا ما فهمت؟ ما بخاف أبو سلام؟ حط هالشي بزينك. فعلاً أنت واحد حشرة دون، تفوه عليك وعلى أمثالك، تفوه. شبك ليش صوتك طالع؟ ما في شيء، كنت عم واحد ربي. شو خير يا طير، لمن رايحة؟ رايحة زيارة. ولوين هالزيارة بقى؟ ليه؟ ضروري تعرف يعني؟ شو؟ قال ضروري أعرف يعني ما بدي أعرف مرتي لوين رايحة؟ رايحة لعند أم روعة، انبسطت هلا؟ أم روعة؟ إيه بس على ما أذكر، نحن اتفقنا إنك تقطعي علاقتك مع أم روعة.
نحن ما اتفقنا، انت اللي طلبت مني اني بطل روح لعند هي المخلوقة بدون ما افهم شو السبب. السبب بكل بساطة انه لا طينتنا من طينتهم ولا عجينتنا من عجينتهم، نحن وين وهنن وين؟ اكابر كتير يا عمي ونحن اصاغر. ايه وشو يعني؟ يعني ما في داعي لا لأم روعة ولا لأم ضبعة، بقى عادي بالبيت ونضبي واشتغلي لك شي شغلة تنفعك. بس انا وعدتها والمخلوقة هلا بتكون عم تنتظرني، ايه ما حلوة طنشها؟ لا تطنشيها، اعتذري منها على التليفون. شو؟ لا والله ماني معتذرة منها. ايه وشو المعنى؟ مبينة، يعني بدي روح. ايه بس انا قلت ما في روحة. وانا قلت بدي روح. يعني بدك تكسر كلمتي؟ اكسر كلمتك؟ يلواها الواه، ليش انت لك كلمة بالاول؟ حال والله هذا اللي كان ناقص، مو خاطرك. العمى، العمى بقلبها راحت، كسرت كلمتي وراحت. بسيطة، انا بفرجيكي، اذا ما مسحت فيك الارض ما بكون ابو سلام. اعملي وكتري لقلك. اسمعي لي، من هلأ ورايح كلمتي هي اللي لازم تمشي بهالبيت، فهماني ولا لا؟ ويكون بعلمك انه انا رجال البيت مو انتي. يعني اذا كنت ما بجيب اولاد بتحطيني على الرف وبتاخدي محلي وبتتمتمتي على كيفك؟ ايه خسئتي، خسئتي يا امرأة، والله لأضربنك ضرب الحمير والبقر، والله. بعدين تعال قلك، في كتير رجال ما بيجيبوا اولاد، مو بس انا، ومع هالشي بضل اسمهم الرجال، وانا ما بسمح لك ابدا تطاولي علي وتتجاوزي حدودك. واذا ما عجبك هالحكي يلا يلا قوم، يلا طبي اغراضك بسرعه وانقلي من وشي على بيت اهلك، الباب بيفوت جمل. ويكون بمعلومك انه انا لما بقول ما في روحه على بيت ام روعه يعني ما في روحه. قص ولا حرف، قص، ارخي نظرك، لا تردي بتمي كلامها، يعني فاهمك؟ ها، حتى النقاش ممنوع. ليش فنجرتي عيونك؟ ارخيهم من الارض. اي نعم ممنوع تناقشيني انت، لانه المراه الصالحه لازم تطيع جوزها ومن تم ساكت وتمشي قدامه مثل الغنمه وتطلب رضاه بعد رضا ربها، مو مثلك؟ كل شغله بدك تاخذي وتعطي فيها يومين زمان، وهي بدي وهي ما بدي، وترفعي اصبعتك المكسوره بوجهي وتهدديني؟ تضربي بها الراس اللي ناتعتي. اسمعي لي، انا راح اعتبر هذا اخر تنبيه اليك، بعدين ذنبك على جنبك، وقد اعذر من انزل، قسما عظما اذا بتقولي لا مره ثانيه لحتى ايمها الكف واسلخك على خلقتك ورلك سنانك، فهماني ولا لا؟ يلا يلا نقلعي من خلقتي هلا وغيري لي هالروب المشرشح اللي لابستيه. يلا ها هلا ابو سلام، جيت بوقتك، خذ الطلب بسرعة على مكتب مدير العام. قولي المدير مين؟ المدير العام، شو ما سمعه؟ بس انا يا ابو فتحي قلت لك هلا لا تتمكمك، خود الطلب بسرعه وخلصني، الزلمه عم بيستنى. لا 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 لا، ما بقدر دخيلك يا ابو فتحي، بتلبك انا عند المدير العام، قسما بالله بتلبك، ما بقدر يا اخي ما بقدر. لك يا ابو سلام الزلمه عنده ديون. ما بقدر، بتلبك ما بقدر، اعفيني مشان الله يا ابو فتحي، ما بقدر، لا تقصدني، ما بقدر، مو بيدي يا ابو فتحي، ما بقدر ما بقدر ما بقدر. لك يا ابو سلام، ابو سلام شو صار هالزلمه؟ انت اخي مش معلم. فوت لجوا النبير، فوت. لك بتلبك بتلبك، مو بايدي، ما بقدر فوت لعند المدير العام، ما بقدر. لك شو وين عيونك؟ مالك ناسس؟ بلا بس كنت انا في خرم بيتك الحمار، اذا بده يقطع الطريق بيطلع حواليه ما بيقطع دغري، ولك لعبة زمني ويقلعك بوكس يضربك بلب. روح لا روح. انا حمار؟ أنا أحمد؟ طيب أنا بفرجيك. أنت جا أنا آسف يا سيدي، آسف دخيلك لا تأخذني. وانتو كمان لا تواخذوني، لانه هدول ما منحسن ناخذ راحتنا معهم، ما بيتغمق معهم اكثر من هيك.
السلامية على السلامية السلامية تفضلي على السلامية السلامية تفضلي السلامية السلامية على السلامية على حرب 100 ليرة يا شباب على حرب 100 ليرة يا شباب قرب لي عندي يا شباب 100 ليرة على حرب على حلب يا شباب 150 ليرة على حلب يا شباب على حلب 150 يا شباب على حلب على حلب 150 ماشي يا شباب هي على حلب لك شرف معي عنا رحله طالعه دغري هلا انو شركه ابو حمدي تورز باصم كيف ومقاعد بتقلب لورا نحن طالعين على حلب استاذ ليكو الباص عند التفتيش شركه ابو عامر تورز احدث الباصات تفضل 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 طول بالك تاكد من ايدك استاذ رح يمشي الباص يمشي شو اعمل له رح اخذ لك شناتي على الباص استاذ لك تعال هون هات الشناتي بايدك هات اسمع مني استاذ باصنا سريع كثير وفي فيديو تلفزيون بيقلبه ها استاذ استاذ ونحن عم نحط احدث الافلام على فكره اليوم حاطين التايتانيك وحب فوق هضبه الهرم ونحن حاطين مرايا وعيله خمس نجوم استاذ استاذ نحن عندنا مي بارده كل الطريق نحن بنقدم سكاكر ونوقة وكعكة بعجوة لك العمى ما قرصكم تريك صرعتوني والله صرعتوني تريك استاذ اسمع مني الباص رح يمشي ها استاذ باصه مشي تريك البنت تايبة بتاعتك طول بالك يا استاذ خلص مع الله يوفقك طول بالك شنات ايدك يا عمى طيبة هاي شناتي وهي بنتك وانا بشوف تصرفي مع البني ادم امشي منتهى امشي امشي بقى بتاعتك لك كم مرة قلت لك انا لا تسرع زبايني مني انا هلا ابو انا حجزت الابلة تنزل ايدك انا سبقتك على التاكسي وحجزته الابلة لا لا تاكل هوا ولا استر ايدك أنا عمى أرجيني وشك بس أرجيني أنا وشك لا يا شباب هاي رايح لا على حلب ولا عشان رايح على هطا يا أخي شباب شو عاقنا ما حكيت شي هل عني العمى أغلظك امشي والله عمره عمى ايه وبعدين لك يا أخي خبرني بالمختصر أخذون على المخفى طيب طيب ولا يهمك انا رح اتصرف ماشي الحال الله معك مع السلامه خير ابو حمدي شو القصه والله يبدو انه ابو عامر وجماعته ما رح يزوقوا على دمهم وناويين يبلشوا بالغلط ليش شو عاملين متعاركين مع واحد من الشباب يلي عنا لا حول ولا قوه الا بالله وبعدين ابو حمدي والله ما بعرف بس بدك الصراحه يا امين هي مو طريقه ابدا يعني إذا بدنا نضل هيك عم نتخاطف زبون مخاطفة وكل يوم بدنا نعمل مشكلة مع شركة شكل فهالشي رح يكركبنا رح يخلينا نرجع لورا معك حق والمفروض نبتكر طريقة جديدة لجذب الركاب ولك أنو ركاب هدول لك مالك شايف الحالة ولك يا أمين في أيام عم يطلع الباص على حلب أو على لادقية بأربع خمس ركاب بقى وين صارت هي هو كمان الشركات كترت وصارت مثل الهم على القلب يعني إذا كل ساعة بيطلع عشر باصات على حلب بقى منين بدهم يتعبوا هدول طيب انا اجتني فكره الشركات الثانيه شو عم تقدم للركاب عم بيقدموا سكاكر والشركات عم تقدم نوغا وشي من هذا مو اكثر عظيم طيب شو رايك نصير نقدم نحن شاي للركاب يعني كل الشغله على بعضها ما بتكلفنا اربع خمس ورقات بس بهالطريقه بنضمن اسم منيح للشركه والله يا معلم فكره كثير معقوله وبين وبينك كاسه الشاي على طريق السفر بتسوى تقلى ذهب هاها بقى الله يرضى عليك يا امين روح هلا دق لي قرار بتوزيع الشاي على الركاب وجيب لي اياه حتى اوقع لك اياه حاضر معلم شاي عم بيقدم شاي للركاب العمى منين طلعنا بهالنف يا اخي العمر هالفكره اذا قدم شاي للركاب العالم رح تترك باصات الدنيا كلها وترقد على باصاته شو الناس مش هي كاسه الشاي العمى شو هالتفكير الناقص بس تعرف لخليل فعلا كاسة الشاي وفنجان قهوة بالسفر بتسوى تقلى ذهب معناتها خلينا نقدم قهوة للركاب وبلا هالكيلو البن كل سفرة شو هالشغلة يعني؟ وانت قلت لخليل وغير هيك القهوة أكابرية أكتر من الشاي روح دق لي قرار توزيع القهوة على كل الركاب وجيب لي لوقعه بسرعة لتشوف حاضر معلم شلونك يا حبيبي؟ سادة حبيبي يا على راسي الشاب هون عيني؟ وصلت يا على راسي شلون قهوتك حبيبي؟ حلوة إذا بتريد إيه الله
شلون قوتك حبيبي؟ شهادة على راسي. هون الشباب شو بتمرونا؟ وسط بلا هيل. وسط بلا هيل، الشباب كمان حبيبي الله يخلي لي اياك. تسلم. شلون قوتك عيني؟ وسط. وسط الشب؟ خلي لي اياك سادة بس يا ريت تغليها شوي. ايه على راسي. خلي لي اياك. قوتك حبيبي؟ نعم معلم. سمعت آخر الأخبار يا أمين؟ لا والله معلم خير. قال شركة أبو عامر عم توزع قهوة على الركاب. إيه مزبوط، من امبارح بلشوا ضيفوا قهوة. لك العمى على السرعة، ضروري شو ما عملنا يقلدونا؟ لك كل فكرة منطلع فيها ومنطبقها عيانا يومين وبس، وبعد يومين بتلاقي الكل عم يعمل نفس الشيء. يا أخي ما بعرف ليش الناس بتحب تقلد بعضها وما لها مروة تفكر أو تبتكر شيء جديد على الإطلاق. إيه بس ما بصير هيك معلم، لازم يكون في بالبلد حقوق للأفكار. إيه حط بتخرج. حقوق للأفكار، لك مين راكد ورا هيك شغلات؟ المهم هلا شو بدنا نعمل؟ نسكت له لأبو عامر ولا شو نساوي يا أمين؟ فشرت عينه، قال نسكت له قال معلم أنا عندي طريقة جديدة ما بيقدر يفكر فيها مجرد تفكير. هات نورنا لشوف. طالما هو عم بيقدم فنجان قهوة لكل راكب، ليش نحن ما بنكون أحسن منه ومنقدم فنجان قهوة وقطعة بتيفور لكل راكب؟ يا حبيبي على الفكرة المعدة، ومنين بدنا نلحق حق بتيفور؟ يعني ما بقى غير نغدي الراكب ونعشيه ونحطه على كتافنا كمان، كتير شايفنا عم نربح لحتى نقدم بيتي فور ودراب السخن. إيه معلش معلم، الشغلة بدها شوية تضحية، وإذا ما عملنا هيك ما بنكسب السوق بحياتنا. ماشي الحال. روح دق لي قرار البيتي فور وجيب لي إياه حتى أوقع لك إياه. حاضر معلم، ربع ساعة بيكون عندك. الله يخرب بيته ولا أبو حمدي، كل يوم والتاني بيهز لي بدني شكل. ليش بقى؟ خير إن شاء الله. هيك بيغار مني بطقطقي، كل ما ساوي شغلة بيعلدني فيها. شو عمل آخر شي؟ لأنه لما صرنا نقدم قهوة للركاب عمل مثلنا، صار يقدم قهوة للركاب. مو بس هيك، طلع معه الكرم فجأة وصار يقدم قطعة باتيفور مع كل فنجان قهوة. أي اصطفل، وليش أنت محرور كل هالقد؟ يعني معقولة زباينك يركضوا ورا باصات أبو حمدي مشان قطعة باتيفور؟ زبايني؟ يعني زبايني دول؟ خليها لله أحسن. لك عم نسحب الزبون من الطريق مثل ما بيسحبوا الشعرة من العجين، والباصات مكومة تكوين بالكراجات. لا وهلي معه مصاري عم يركض ركض ويفتح شركات نقل. اسمع أبو عامر، أنا عندي طريقة إذا بتطبقها تمسح ومسح لأبو حمدي، مو بس أبو حمدي، بتمسح كل الشركات اللي عم تتنافس أنت وياها. إيدي بزنارك، سعفيني فيها. ليش ما بتفكر بطريقة حضارية أكتر وبتساوي مثل شركات الطيران؟ ما فهمت شلون يعني؟ أنا بقترح عليك مضيفات بدل المضيفين، وساعتها شوف يا أبو عامر كيف الناس رح تركض ركض على باصاتك. هيك قلتي؟ ليش لا؟ والله فكرة. لك شلون ما خطت بالي من أول؟ بس تعي لقلك، منين بتجيب مضيفات؟ منين يعني؟ جيب هالموظفات اللي على قطع التذاكر عندك وحطهم مضيفات، والمضيفين اللي كانوا بالباصات شغلهم بقطع التذاكر. والله معقول كتير، بس المشكلة إن الموظفات اللي عندي ما كتير حلوات، يعني ما في على وشهم ضو، فايتين بالحيط. لك يا سيدي، مين عم بيميز بهالأيام؟ المهم بنات وشو ما كانوا يكونوا. قلتك شعبنا بحب البصبصة وطق الحنك. وين خليل؟ قوم دق لي قرار تعيين المضيفات وجيب لي اياها وقعه بسرعة. أمرك. اخ يا معلم، اخ شو مشتي، شوف شكله لابو حمدي لما رح يدرى انه عيننا مضيفات الباصات تبعنا. يا علي الحلال علي الحلال، ليت تركب وتنقلب صحنته فوقاني تحتاني. هو من غير شيء صحنته مقلوبه ووشه ما عم بيتفسر. ركود بسرعه. هوا معلم. شو أخبار الشغل أبو عامر؟ تمام؟
تمام وبس؟ اي مالك علي يمين ان من وقت ما عينا مضيفات بهالباصات كفتت علينا الركاب كفت، وفيك تقولي يعني تقريبا زاد ايراد الشركه 50%. مشان تعرف قديش افكاري مفيده وعمليه. تسلمي لي انت وافكارك. وما قلت لي شو اخبار شركه ابو حمدي؟ المسكين عم بيضرب اخماس بسداس ومو طالع معه شيء، والشغل دائر واحوال الشركه كل ما لورا. طيب بركي قلدك هالمره وحط مضيفات بباصاته. ولا يهمك، انا عامل حسابي لهالشيء، يعني بين يوم وليله متوقع ياخذ هذا القرار. يعني ساعتها شو ممكن تساوي؟ ساعتها بسرح كل الموظفات اللي عندي وبجيب بداله الموظفات ملكات جمال وبشغلهم عندي مضيفات. لا والله يا حبيبي ما حذرت. ليش بقى خير؟ انا وافقت لك تحط مضيفات لانه موظفاتك استوكات وشكلهم غلط، اما انك تجيب لي كل وحده احلى من الثانيه فهي بعيده عن اسنانك. اوف 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 اوف، ليش عم تحكي معي هيك؟ لا تنسي انه هذا شغلي يا ام عامر. بلا شغلك بلا بطيخ مبسمر، انتوا رجال مالكم امان. بكره بتترك لي شغلك بالمكتب وبتلزق لي بالباصات ورايح جاي على حلب ولادقيه، بحجه شو؟ بحجه انك عم تشرف على الشغل. هلا انا هيك؟ واكثر. خلاصة الكلام لحد هون وبس، ولا بقى تفتح لي سيرة المضيفات منوب، هي عم فهمك من هلأ. وبعدين معلم، معقول نشوف أبو عامر عبيلها في الركاب ونقعد نتفرج عليه؟ خليها لله يا أمين، قسما بالله هالشغلة رح تجيب لي الجلطة. طيب أنت شفت حسابات الأسبوع الماضي؟ شفتها، شي بيقمط القلب. لك في رحلات ما عم ترسم المعنى يا أمين. بتعرف انه الاسبوع الماضي طلعت على حلب 5 رحلات براكبين او 3؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب وبعدين ابو حمدي؟ والله ما بعرف، بدي افكر بالموضوع. ايه بس لازم تفكر بسرعة لانه البساط عم ينسحب من تحت رجلينا ونحن مو دريانين. هلا لا تزيد على قلبي، شو طالع بايدي اعمل يعني؟ ولو معلم بيطلع بايدك كثير. هات اشوف. مثل شو؟ ليش ما بنعمل مثله معلم؟ كمان نحن مو قصيرين حرب نجيب مضيفات على باصاتنا. لا مو بس هيك، نحن بإمكاننا نجيب نمر أحلى من اللي عنده. يا قسماً عزماً ما في عنده مضيفة بتقول للقلب طوق. أنت بس عطيني الضوء الأخضر وشوف الشقف اللي رح جيب لك إياها. شو معلم؟ عطيتني الضوء الأخضر؟ لا لا استنى شوي، لا عطيتك لا ضوء أخضر ولا ضوء برتقاني. ليش معلم؟ لك شو ليش؟ هيك موضوع بده دراسة وتأني وصبر وروية. يعني مفكر الشغلة سهلة أنت التاني؟ هيك قرار لازم يندرس منيح ويتخمر مزبوط ونمهد له شوي ورا شوي. اوف، وليش التمهيد معلم؟ مشان ناخذ الموافقه. بس على حد علمي هيك موضوع ما بده موافقه. هي ابو عامر جاب مضيفات وما حدا قال له شيء. لك يفضح ريشك شو بهو، مو قصدي الموافقات الرسميه. لك الموافقات شو معلم؟ لك خلص امين خلص، يفضح ريشك شو بتنق. قلت لك اترك لي الموضوع كم يوم لادرسه منيح وجيب الموافقه. ليش بصلتك محروقه انت؟ ماشي معلم مثل ما بدك. شو هاد؟ مضيفات؟ هذا اللي كان ناقصنا والله. ليه شو فيها يا ام حمدي؟ شلون شو فيها؟ لك شو انت بدك تفضحنا؟ بدك تساوينا علكة بلسانات الناس؟ شي حلو يا ام حمدي، الدنيا تطورت وصار الموضوع عادي كتير. يعني البنات عم يبيعوا بالمحلات، عم يقدموا قهوة وشاي بالمطاعم الراقية، دخلوا بكل المهن مثل السوس، وبصراحة بيلبقلهم. ونحن لازم نماشي عصرنا ولا بيقولوا عنا متخلفين. ها أيقولوا ليشبعوا، هيك شغلة لا تحلم فيها منوب. إيه بس ما بصير هيك يا أم حمدي، كمان نحنا بدنا نشتغل ونسترزق. تسترزق من ورا المضيفات؟ ولك أخ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. سعري بسعر أبو عامر يا ستي، ومو بس أبو عامر، بكرة بتلاقي كل شركات البولمان حاطين مضيفات. أي استفلوا، نحنا علينا من حالنا وكل عنزة معلقة من كرعوبة. هلأ أنا لحد هلأ ما عرفت شو سبب رفضك للموضوع، مع أنه الشغلة حضارية كتير. لسه مو عارفان شو السبب؟ شو نسيت حالك شو عملت من سنتين؟ هلأ لسه بدنا نعيد ونفتق بالقصة؟ أوف، هدي كانت نزوة. بالله شو؟ وشو بيضمن لي أنه ما تجيك نزوة تانية؟ لا ولا يهمك، ما رح تجيني. روح عنا يا، روح، أنتوا رجال مالكن أمان منوب. والخلاصة هلأ؟ خليني ارسي على بر يا ام حمدي. الخلاصه اذا بتوظف عندك بنت وحده بالشركه انا بترك البيت وبمشي، فهمت ولا لا؟ فهمت يا روحي، فهمت. ايوه هيك احسن. شو معلم؟ طا
طمني، فكرت بالموضوع؟ يا سيدي فكرت ولقيت الحل. يعني رح ننزل المضيفات برحلاتنا؟ لا لا، لقيت حل احسن منه بكثير. شو هو؟ رح تعرفه بوقته. امسك هلا هالورقه ونزل على السوق اشتري لي هالغراض. بدك تحرك بسرعه روح. حاضر معلم حاضر. سيداتي وسادتي، والآن نقدم لكم مطرب الباصات والبلمانات والمكاري أديب المدلل، فرحبوا به. الله محيي المدلل، كف تحية للمدلل يا شباب. الله محييك يا أستاذ. يسعد رب الشباب شلون شفت لي هالتجربة بقى؟ نجحت ولا ما نجحت؟ يا عيني عليك يا معلم على هالفكرة، نجحت وبس، كسرت الدنيا، والناس عم توقيت سفرة على البولمان اللي في مطرب. معناها دقولي قرار تعيين مطرب وعازف بكل باص من باصاتنا. وبهالطريقة هي لا منكون ضاربنا على حدا ولا قلدنا حدا. يلي بده يبصبص بيطلع بباصات أبو عامر، ويلي بده يسلطن وينطرب ويسمع مواويل وعتابة لايف طول الطريق بيطلع بباصاتنا، وهيك منكون قسمنا السوق بيننا وبينه اسمة عدل. مزبوط ولا لا؟ مزبوط معلم، بس منين نلحق مطربين لكل الباصات اللي عنا؟ فعلا انه تفكيرك محدود ومخك ضيق يا امين. ليش معلم؟ يعني فكرك من كل عقلك رح نجيب مطربين وندفع له مصاري؟ لكن منين رح تجيب معلم؟ الشبيحة يلي عنا، يلي كانوا يتخاطفوا الركاب، يلي كنا نوزعهم برات الكراج حتى ينادوا على حمص وحما وحلب ولادية. قسما بالله كل واحد منهم عليه جاعور وباجوق، فشلوا مطربين الإذاعة قدامهم. أمان 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 يا يابا. نسب غيابك الله، شو هذا؟ اني بحبك ودار الناس بغيابك يا